مرحبا سيدتي. مرحبا. سيدتي شاهين بحذايا على خاطر الانترنت بتاعهم في الدار مش بيها يا اخي، جاي معايا خرجتكم مش بس ممتاز. شاهين، اذا اليوم انت مع رودينا. نعم اوكي، الانترنت اوكي، الانترنت راكحه. ما تقوليش سيدتي ما سمعتش، ولا سيدتي الصوت متقطع. انترنت رودينا باهيه. نستمع. الوضعيه الاولى، نستمع. الوضعية الأولى تقول: ثلاثة ديكا غرام كم يساوي غراء؟ ثلاثة ديكا غرام كم أم يساوي؟ أدرسها؟ ثلاثة ديكا غرام كم يساوي غراء؟ ليس هناك مشكلة يا مريم، لا تنجزي، لأننا سوف نفهم. نرفع الألواح، ارفع اللوح. مريم جبنون، أين إجابتك؟ مريم ومحمد، نفتح الكاميرا. مريم، نعم يا مريم جبنون، تفضلي. مريم، سألت يا آدم هل أجاوب؟ مريم لديها مشكلة في الإنترنت. معاذ، نعم ستي تفضل يا معاذ. سيدتي نفعل الجدول. إذا ثلاثة ديكا غرام كم يساوي بالغرام؟ يساوي 30 غرام. 30 غرام. 30 غرام يساوي 30. أحسنت. إذا يا معاذ، نعم. كي أتنقل يا معاذ من الديكاغرام إلى الغرام، ماذا أفعل؟ أزيد صفر. أرسلتي. ممتاز جدا يا أرسلتي. نعم، نقولوا مادا بيا غرام، نقولوا معناش غرام، كل واحد يضرب 10. نقعد نعمل في صفر. الإنترنت انقطعت لدي. الإنترنت انقطعت. أو سيدتي نبدأ من الوحدة المطلوبة، كان مثلا غرام، هو قال لي 1 كيلو غرام، نحط صفر في، نقول ما عندناش غرام ونحط صفر في الغرام، ونحط صفر في الديكا غرام، ونحط صفر في الهكتو غرام، وبعد نعمل 1 ديكا غرام، قصدي 1 كيلو. أنا لم أنسى غرام أو الغرام. بالنسبة للغرام يا مرام، مرام صحيح. نعم مرام، تسمعينني؟ نعم. مرام، نعم. الغرام يا مرام هو وحدة قيس ماذا يا مرام؟ قيس الوزن. أحسنت يا مرام، إنه وحدة قيس الكتل. إذا نحن نستعمله يا مريم الشامخي مثل مثلا هنا قيس البطل. هناك وحدات متفق عليها، هناك وحدات خضروات، هناك وحدات متفق عليها عالميا يا ابنتي، مثل اللتر، فاحنا نقيس به كل السوائل، كل شيء سائل، مثل المتر نقيس به الأطوال، وأيضا هنا الغرام نحن نقيس به الكتل.
الكتل. وزن الإنسان، الخطوات مثل ما قال لنا صديقنا، كل شيء يحتاج الكتل، فنحن نقيسه بالغرام، وهي المتفق عليها الوحدة المتفق. ومثلها مثل اللتر والمتر، لها أجزاء ومضاعفات. احنا ما قلناش الكيلوغرام. لها أجزاء ومضاعفات، اتفقنا؟ به الذين نستمع. يجب أن نفتح الكاميرا، نفتح الكاميرا. سارة ومحمد ومحمد وأصالة، آمل يا أصالة أن تسمعينني يا أصالة وتشاركين معنا وتدرسين معنا يا أصالة. أنا آمل في ذلك يا أصالة. نعم، لقد صلحت الخلل. أحسنت، إذن تفتحين الكاميرا وتفتحين مكبر الصوت. به إذن سنأخذ وضعية أخرى، نستمع لوضعية أخرى. الوضعية الأخرى تقول ضعف 75,000 كم يساوي؟ ضعف 75,000 كم يساوي؟ ضعف 75,000. ضعف 75,000. نرفع الألواح، ارفع اللوح، ارفع اللوح، جميعنا نرفع اللوح. محمد تيبي، محمد الويتي، تفتح الكاميرا يا محمد الويتي. نعم يا آدم. 15,000. لم أسمعك. 150,000. 150,000. نعم أحسنت يا أصالة. إذن الضعف هو أن أكرر العدد مرتين، لأنني سوف أضربه في اثنان. 175 مع 75، 150,000. سنذهب الآن إلى العمل. أحسنتم. أربط كل مفردة بالعدد الذي تفيده. أنجز عملي. ماذا يعني دايكا وهيكتا وكيلو؟ يعني دايكا ماذا يعني؟ الديكا والهيكتو والكيلو، مثل يا ابنتي ما رأينا في اللتر والمتر و مضاعفات الوحدة. سلام، أفهم. بسرعة. سهلة. سيرتي شو نعملو؟ أربطو. نعم
تنتظر. ليه؟ أنهيت ستي، هيا نصلح. ايه هيا نصلح، انتظرنا مثل ما نحن ننتظر. سنتها المنزل التمرين A و B. نعم في أنا عملت الواحد يعني عملت الألف والباء، أما مش بلي سند واحد أخص تعليمي. أنهيت. ترتي السؤال غير مفهوم. مفهوم جدا. ستربط بسهم ثم ستتم بالكتابة. سيدتي أستطيع أن أشرب؟ سيدتي هل منزل التمرين الثاني؟ أي أصلح. سيدتي من فضلك دقيقة. أي عاد، سهل جدا التمرين. سهل جدا. هل أنا في الثاني الآن؟ أي أصلح. أنا أنهيت الثاني، أنهيت ألف وباء. إذن سيدتي لي سيدتي في ال سيدتي في السؤال الأول في الديك ديك جرام هكتو جرام كيلو جرام، عندما نربط يعني نكتب الوحدة قدام الرقم، نربط كل وحدة بكم تفيد من مرة بكم تفيد من مرة؟ حسناً.
يا إذن ناي؟ نعم يا شاهين. نعم سيدتي. الديك يا شاهين تفيد كم من مرة للوحدة؟ ألف. كيف ذلك يا شاهين؟ يا شاهين الديك هل تفيد ألف؟ عشرة يا شاهين. إننا عندما أتحول، ننظر جيدا، عندما أتحول من، يا شاهين تسمعني؟ إذا كنت هنا، إذا كنت في الغرام أو اللتر أو كما قلت الأطوال أو السعات أو الكتل، فإنني سوف أضرب في عشرة. إذن الديكة تفيد عشر مرات الوحدة. الديكة تفيد عشر مرات الوحدة. يا أصالة، أنت مش ديكة. ديكة أي ديكة متر. الديكة أي ديكة متر، اتفقنا؟ أو ديكة لتر أو ديكة هيك ديكة ديكة غرام. أصالة يا ابنتي، الهكتو نعم مية. أحسنت يا ابنتي. إذا الهكتو تفيد مية. مريم تفيد مئة. مريم جبنو سيدتي. مريم جبنو. الكيلو ألف. الكيلو أحسنتي تفيد ألف. ممتاز يا ابنتي. ثم سوف سيدتي لم أفهم. تم تعميق الجدول. أنستي أنا مريم الشامخي. سيدتي لم أفهم. من قال لم أفهم؟ التمرين الأجبروي. نستمع نتابع. الذي لم يفهم يتابع هنا. الهكتومتر مئة متر. سيدتي الأول ليس الثاني. الهكتومتر تكون مئة. انتظري يا مريم. مريم سأعطيك الكلمة. صديقك قال لم نفهم. سأعطيك الكلمة. يا آدم، عندما أتحول، تسمعني يا ولدي؟ نعم. نعم. عندما أتحول من الديكاغرام للغرام، أضرب في كم؟ عشرة. أضرب في كم؟ عشرة. عندما أتحول من هكتوغرام إلى الغرام، أضرب في كم؟ مئة. عندما أتحول من كيلوغرام إلى الغرام، أضرب في كم؟ ألف. إذن ما هو الشيء الذي لم تفهمه؟ هذا هو ما نقصده في التمرين الأول يا ولدي. سيدتي السؤال لم يكن مفهوم. لا، السؤال مفهوم. قال لك سأربط بماذا تفيد. بماذا تفيد؟ تفيد ألف. تفيد أنها تفيد ألف الوحدة. اتفقنا يا ولدي؟ سيدتي لم أنهي السؤال الثاني. سنكمل السؤال الثاني مع مريم الشامخي. نعم يا مريم. متر هكتومتر متر يعني هكتومتر بالمتر تساوي مئة. أحسنتي. ثم أمر إلى صديقتك رودينا. نعم سيدتي. كيلو تفيد كم من متر؟ ألف. ألف. أحسنتي. إذن تفيد ألف. ثم مريم. سيدتي مريم جبنون. الديكة تفيد عشرة متر. أحسنتي. سيدتي آدم.
نعم يا آدم. 1000 غرام يساوي 1000 غرام. سيدتي الكيلو يساوي 1000 غرام، أي كيلو غرام يساوي أضرب في 1000. سارة سيدتي. مرام. سيدتي محمد. لم أسمعك، افتحي مكبر الصوت. الديكة يساوي 10 غرام. أحسنت، 10 غرام. أنا سيدتي الصالة. نعم سيدتي. نعم يا محمد. سيدتي سيدتي يساوي هيك 100 غرام. 100 غرام. إذا هكذا كيف أنتقل من الديكاغرام والهكتوغرام والكيلوغرام؟ نعم أحسنتم. إذا سوف أذهب إلى التمرين الموالي. سيدتي وضعية ولا التمرين؟ سيدتي ما قريناش نحن. ألاحظ الوزنتين. سيدتي. نعم. نحن لم ندرس الكيلوغرام. سيدتي إحنا ما قريناش كيف تعرف توزن. إيه سيدتي والله. زيد قريناش. لقد درستم الغرام والكيلوغرام. نعم درستم. نحن لم ندرس كذا سيدتي. الميزان. أنا درستها. درستم الكيلوغرام والغرام. نعم. أما الوزن لا. سيدتي أنا قريتها. سيدتي أنا لا أدرس. نعم. يعني متعقد أن أدرس في مدرسة تونس. درسها ينجزها، ما لم يدرسها لم ينجزها. أي بسرعة بسرعة. لقد أنجزنا، لا لقد فهمنا الآن، الذي فهمناه الآن حتى ولو الذي لم يدرسها، لقد اتفقنا عن الجدول واتفقنا ماذا تفيد كل وحدة. إذن سوف ننجز الآن الوضعية، سوف نطبق العمل. حتى ولو لم تدرسي يا ابنتي لقد قمنا بالمراجعة ولقد فسرنا جيدا، انتهى الأمر. إذن ألاحظ الوزنتين، 5 ديكاغرام. بطبيعة الحال هناك عيارات، العيارات هي عيارات الميزان. إذن 5 ديكاغرام، 5 ديكاغرام و2 هكتوغرام، هذا ما يمثله الإناء، هذا ما يؤثره الإناء فارغا. هنا ننظر جيدا، هذا ما يمثله الإناء فارغا. لقد أضفنا للإناء برتقال. ننظر جيدا، أضفنا للإناء برتقال، يعني وضعنا فيه برتقال، ملأناه بالبرتقال. إذن أصبحت العيارات 2 هكتوغرام رطل و2 كيلوغرام. أحسب قيس الكتلة الصافية للبرتقال التي استعمل فيها البائع نفس الإناء الذي في الوزنة الأولى. إذن واضح جدا هناك. نعم المفروض هو يعطيني قديش وزن البرتقال. لا أنت ستستخرج وزن البرتقال من بطبيعة الحال. أهتدي بالرسم يا ولدي، من الرسم يجب أن أهتدي هنا بالرسم. باي بالنسبة للرطل، الرطل هو نصف الكيلوغرام. الرطل هو نصف الكيلوغرام. سيدتي في التصوير الأولى هما متعادلين ولا؟ هذا وزن الإناء يا ولدي، إن في الصورة الأولى وزن الإناء فارغا. بطبيعة الحال الإناء فيه كتلة. سيدتي هل يمكن أن نكتب الذي كتبتي على السبورة غرام كيلوغرام؟
نعم نستعمل الجدول، الذي لا يستعمل الجدول سيخطئ، يجب أن نستعمل الجدول ويجب أن نحول إلى أصغر وحدة في الوضعية. يجب أن نتثبت إلى هذا. سيدتي أذهب إلى الحمام. تفضلي. سيدتي، نعم، ماذا بعد كيلوغرام؟ كيلوغرام يا ابنتي، لا لا ما نفوتوش الكيلوغرام عاش بنتي. ايه لازم تقبلها. هيكتوغرام. لقد رسمنا، لقد رسمنا هنا غرام، ديكا غرام، هكتوغرام، كيلوغرام. سيدتي نخدمو A و B و G. ننجز A فقط، B سوف ننجزها فيما بعد. سيدتي لا ما سيرتي نحول إلى أصغر وحدة موجودة يعني في إيه؟ في الوضعية. نعم هاي بسرعة سوف نصلح. أنا سيدتي لم أفهمها. دقيقة بقصدك سيدتي. هاي بسرعة بسرعة. ريتي أم جست أ و ب.
ما معنى الكتلة الصافية؟ أي كتلة البرتقال؟ كتلة البرتقال الصافي بدون إناء. لقد قلنا أن الإناء فيه وزن بطبيعة الحال. أنهيت. الأنستي لقد فهمتها. هاي أصلحي بسرعة وسنصلحي. سيدتي يا محمد الوتي يرسم على الكام الشاشة. سوف نصلح. ستنتظري دقيقة. أنهيت. سارة البقية أطيبة مع صديقتي سارة. نعم سيد. تفضلي يا سارة. أولا سيدتي فنحتسب الإين سيدتي الأستاذ ألاحظ الوزن الأول. أحسنتي، ألاحظ أن الوحدات مختلفة. إذن أول شيء سأحول إلى أصغر وحدة هي الغرام. ما هي أصغر وحدة في الوضعية؟ الوضعية ديكاغرام. سارة ديكاغرام. سارة فقط تتكلم. ديكاغرام. ستينة غلطت في الغرام. الديكا غرام. أحسنتي. إذن كل الوحدات سوف أحولها إلى الديكا غرام. ديكا غرام. إذن سوف أكتب أحول. نعم نبدأ. ما هي أحول 5 ديكا غرام و 5 ديكا غرام 2 هكتو غرام. 2 هكتو غرام. كم يساوي بالديكا غرام؟ بالديكا غرام يساوي 30. ستجيب شو عالمي؟ نعم يا سيدتي. هل أقول آدم؟ يا سارة يا ابنتي 30 سيدتي. كيف ذلك 30 يا سارة؟ انظري جيدا يا سارة. غرام ديكاغرام هكتوغرام كيلوغرام. إذا لديك إثنان يا سارة. 5 ديكاغرام كم يساوي؟ 20 سيدي. 20. ثم يا سارة مع 5 ديكاغرام مع 5 ديكاغرام. إذا الرطل قلنا هو أي يساوي النصف. هنا نصف الكيلوغرام يساوي 50. نصف الغرام يساوي 50. سيدتي هل يمكن من الحمام؟ ثم لدينا أيضا 2 كيلوغرام. كم يساوي 2 كيلوغرام؟ 2 كيلوغرام يساوي بالديكاغرام 200. نصف 5. مئتين ديكاغرام.
إذا نحن هنا سنشتغل بالديكاغرام لأنه أصغر وحدة في الوضعية، هكذا كيف قال لنا. إذا يا سارة سيدتي جيب شوية على اليسار. أنسة يمكن أن تخطي بالكاميرا إلى اليسار هكذا؟ نعم شكرا. إذا يا سارة كيف نحتسب كمية البرتقال يا ابنتي؟ سنحتسب سيدتي اثنين. نعم سوف سيدتي ثاني واحدة شنو؟ أنا لم أنهيها لم أنهيها. من يساعدنا؟ كيف نحتسب مقابل الوقت؟ سيدتي هل يمكن أن أذهب إلى الحمام؟ سيدتي آدم أرجوك. محمد الويت يا محمد لم تشارك معنا، لينا. سيدتي آدم أرجوك. محمد دلويتي لينا نسيبي. نعم سيدتي. كيف نحتسب كمية البرتقال يا لينا؟ لدينا وزنتين يا لينا، لدينا وزنتين، وزنة أولى ووزنة ثانية. الثانية إلا الأولى. أحسنتي، ممتاز جدا. الوزنة الثانية إلا الأولى، أفهمت يا سارة؟ نعم. إذن يا سارة الإناء فارغا، الإناء بالبرتقال، إذن هنا الوزنة الأولى إلا الوزنة الثانية إلا الوزنة الأولى سوف أجد الوزن الصافي للبرتقال. إذن هنا لدينا مثل أي أننا حولنا الوزن الثانية عيارات الوزن الثانية، قلنا لدينا 2 هكتوغرام اللي هي 20 و50 و200 2 كيلوغرام ليس هكتوغرام. 270 ديكاغرام، 270 ديكاغرام إلا ما في الوزنة الأولى إلا 30 ديكاغرام. نعم يا لينا. ذهنيا بسرعة يا لينا، وزن البرتقال كم؟ سيدتي آدم لحظة نشوف صديقتك يا آدم. لينا 240. لا نأخذ يا محمد ويا آدم، لا لقد أعطيت الإذن لأصالة. نعم يا أصالة. سيدتي ابتسالة خطي خالة أكثر. سأعود لك، أعطيني الإجابة يا أصالة. يساوي 240. لا يا ابنتي. نعم 240 أحسنتي. سيدتي أدم غلط. 240. كم 240 ديكا غرام. هكذا كيف يجب أن أحول نفسها نفس العمل الذي أنجزه في المتر واللتر، نفس الشيء يجب أن أحول إلى أصغر وحدة في الوضعي. إذن سأكمل. ما بك يا سارة، ماذا قلت لي؟ ليس لدي وقت. قلت سيدتي وقلت اسم أصالة ولا اسمي، يعني ما تكشش. قلت ليس هناك مشكلة، لقد عينت صديقتك. سوف نمر إلى ابتعد قليلا. سوف نمر إلى البي الآن.
بسرعة. سيدتي هبطها برشا، مانيش قاعدين نشوفوا فيها باي. لأن احنا توا في نرى الجيم فقط أنستي، ونرى الجيم ونرى الوضعية. زيد هبط سيدتي يا اخي، احنا باش نعمل الوضعية وإلى سنكمل جيم، سنكمل بي بسرعة. سيدتي هل أشارك؟ نكمل أولا، انتظرنا. سيدتي في الجيم قال ما قيس كنت البطيخ، ما عندناش بطيخ. تلك الصفراء إنها بطيخة في الوزنة، في الوزنة الثانية. نفتح الكاميرا. سيدتي نفتح الكاميرا. آدم سيدتي نعم ب لازم نحمل نصف كيلوغرام، نصف كيلوغرام يساوي 50 هكتوغرام. نصف كيلوغرام، أين النصف؟ ليس لدينا نصف هنا، قصدي ضعف. إذا ضعف كيلوغرام يساوي 50 يساوي 20 كيلوغرام. بديك غرام يا ولدي، بديك غرام. ديك غرام يساوي
مئتين تساوي مئتين. ثم سيدتي أنا كتبت النتيجة بركة ما عملتش هذي ولا يما متسرع. لم أفهم، ألم تحول؟ ألم تقوم بالتحويل؟ ليه ليه حولت أما عملت النتيجة بركة ما عملتش العملية. أي نحن في التحويل الآن. إذن ضعف كيلوغرام يساوي، نحن لدينا ضعف وضعف، إذن ضعف أيضا الضعف الأخرى ضعف كيلوغرام يساوي 200 ديكاغرام. ماذا ما زال لدينا؟ لدينا 5 ديكاغرام و 2 هكتوغرام، إذن الاثنان أيضا سوف أحول يساوي 520 ديكاغرام. اثنان أيضا سوف أحولهما يساوي سيدتي هذيك كيلوغرام ولا هكتوغرام؟ يساوي 20 يساوي 20 ديكاغرام، وهنا لدي 5 ديكاغرام تقرب 5 ديكاغرام يساوي 500. إذن الوحدات كلها أصبحت بالديكا، إن الوحدات أصبحت كلها بالديكاغرام. باي شكرا لك، أحسنت يا آدم. إذا لقد قمنا بالتحويل. رودينا؟ نعم سيد سيدتي. ماذا سنفعل الآن يا رودينا؟ سيدتي لم أنهي، لم أفهم أقصد. ماذا لم تفهمي يا رودينا؟ إن الأمر سهل يا ابنتي. ننظر إلى الرسم هنا، من خلال الرسم سوف آخذ معطياتي. انظروا إلى الرسم، لدينا في هذه إن الميزان لديه كفة أولى وكفة ثانية. لدينا في الكفة الأولى هذه العيارات، إنها عيارات قيس الكتل. إذن لدينا ضعف كيلوغرام وضعف كيلوغرام، ولقد حولناها إلى الديكاغرام مثل ما فعل معنا صديقنا آدم. ثم لدينا هنا في الكفة الأخرى لدينا بطيخة، هاي بطيخ، ومعها عيارات أخرى. أنت ستستخرجين كتلة البطيخة يا ابنتي. نعم يا ابنتي. أرجوك سيدتي. سوف أذهب إلى سارة وأنت تتابعين يا رودينا يا ابنتي. الأمر سهل، سوف تستخرجين كتلة البطيخة. نعم. هذا الله هذا سيدتي. كتلة البطيخة سيدتي 400 غرام مع 25 دي. طرح. نعم سيدتي طرح. سارة ماذا قلتي؟ 400 كيدي 400. ننظر جيدا، إن 400 رودينا رودينا جميعنا نحن نتابع، ولكن يا رودينا استمعي يا ابنتي، أنا أتكلم مع رودينا وجميعنا سوف نأخذ المعلومة. إذن هنا كامل الوزنة، كامل الوزنة بما فيها البطيخة والعيارات الأخرى تساوي 400 كيلوغراما.
إذن البطيخة لوحدها كم تساوي؟ نعم يا سارة أكملي. سيدتي سهلة جدا. مع 25 كيلوغرام. سيدتي طرح. لماذا معايا ابنتي؟ طرح. الذي أعطيه الإذن فقط يتكلم. لماذا معايا ابنتي؟ سأعيد وأفسر هنا. سيدتي. نتابع. محمد طيبي تفتح مكبر الصوت. سيدتي. استمع يا ولدي. إن البطيخة مع العيارات الأخرى اللي هي 5 ديكاغرام و2 هكتوغرام تمثل 400 ديكاغرام. إذا البطيخة لوحدها كيف ننجز العملية؟ سيدتي أرجوكي. سيدتي 400 أكيد. سيدتي أولا نحول 5 ديكاغرام. حولنا، لقد قمنا بالتحويل. أين كنت؟ ما أهل كنت معنا؟ لقد حولنا. لقد قمنا بالتحويل هنا. نعم. سيدتي 400 إلا 250. ليست 200 إلا 25. إنها 5 ديكاغرام و 20 ديكاغرام. إذن إلا 25 سيدتي. تساوي 375. ذهنيا يا محمد. 305. ثلاثمائة وخمسة وسبعون. نعم ماما. أرجو أن نفهم. لأن محمد أغلق المايك. لأن الذي يأخذ إجابة صديقه هذا تصرف خاطئ. لا أخذ. أنا عينت محمد تيبي يتكلم محمد تيبي، عينت آدم يتكلم آدم، عينت رودينة تتكلم رودينة، عينت شاهين يتكلم شاهين. أود أن هذه الملاحظة لقد لاحظتها العديد من المرات. إنه عيب. أنت لا تريد من يأخذ إجابتك، إذا لا تأخذ إجابة غيرك. أتمنى أن لا نأخذ إجابة غيرنا مجددا. اتفقنا أن هذا الأمر مهم. اتفقنا سيدتي. نعم يا ولدي. هي انتقاد القرينة في العلم حي؟ لا يا ولدي، في الرياضيات فقط. ما قرأتوش إقاء. باهي نستمع. لقد أضعنا لم نضيع الوقت، نحن فهمنا. إذن هنا يجب أن أحول إلى أصغر وحدة في الوضعية. الكيلوغرام مثله مثل الكيلو متر، مثله مثل الوضعيات الأخرى كلها. السعات مثلها مثل الكتل، مثلها مثل الأطوال. إذن أستعمل نفس الجدول ولكن أغير اللام بالغاء أو الميم بالغاء، نفس الشيء. أستي. نعم. تجب شوية نقل النتيجة. إذن نفسها. صحيح. نفسها قلنا نفس الإجابة، نفس العمل سأنجز بهذا العمل. لم يبقى لنا وقت، لذلك سوف مهم جداً الآن أن نراجع، لأنني رأيت أن هناك مشكل. بالرغم من أن من بداية السنة ونحن ندرس ما معنى الربح، ما معنى الخسارة، ما معنى الكلفة، ما معنى، ولكن لماذا هذه المشكل؟ يجب أن تفهم
لأن هذا الامتحان، هذا الامتحان سيكون على الربح والخسارة والمصاريف. إذن سيدتي نحن يوم الأربعاء يعني ثلاثاء، عنا ثلاثاء نحن عنا يوم الأربعاء. ليس هناك المعلمة بقى أرسلت لنا تخطيط الاختبار. بهي نستمع. نحن سيدي بعث لنا أدمان. نستمع مريم الشامخي. نعم أنا سيدي. مريم الشامخي، كيف نبحث يا ابنتي عن مقدار الربح؟ ثمن الشراء ناقص ثمن البيع، أنا ثمن البيع ناقص ثمن الشراء، أو البيع إلا المصاريف. أو البيع إلا المصاريف. ثمن البيع مريم الشامخي فقط. ثمن البيع إلا الشراء. إذا مقدار الربح، مقدار الربح، مقدار الربح هو ثمن البيع إلا الشراء. ثمن البيع إلا الشراء. ثمن البيع إلا الشراء. يا معاذ. نعم. بطبيعة الحال يا معاذ إن التاجر يمكن أن يربح ويمكن أن يخسر. نعم. أفهمت؟ إذن عندما نريد أن نبحث عن مقدار الخسارة، مقدار الخسارة مثل ما قلنا يا معاذ، إن التاجر يمكن أن يربح ويمكن أن يخسر، هذا جائز هكا ولا لي؟ إن هذا جائز يا ولدي. إذن كيف أبحث عن مقدار الخسارة؟ ثمن الشراء إلى البيع. ممتاز. إذن ستنقلب الآية هنا، إذن الثمن الذي اشترى به إلا البيع، إلا ثمن البيع، ثمن البيع، ثمن الشراء إلا البيع، إلا البيع، إلا ثمن البيع. إلا ثمن البيع. ب أصالة. نعم يا ابنتي، إذا كنا نريد أن نبحث عن ثمن البيع ونحن نعلم مقدار الربح ونعلم ثمن الشراء، ثمن البيع كيف نبحث عنه؟ ثمن البيع، ثمن الشراء مع الربح. لا عايش بنتي، مو اتفقنا. ثمن الشراء الا ثمن البيع، الثمن لا. انظري جيدا، انظري يا ابنتي، ما نعرفش البيع اصلا. انظري، اذا نحن هنا نعلم، لا نعلم ثمن البيع، ولقد قلت لك مثلا اشتريت هذه الطلاسة، اشتريتها بمئة مليم، سمعتي؟ اشتريت هذه الطلاسة بمئة مليم وحققت فيها ربحا خمسون مليما،
بكم بعتها؟ غالي. أعيد لك يا ابنتي، لقد اشتريت هذه الطلاسة ب100 مليم وحققت فيها ربحا 50 مليم، إذا بكم بعتها؟ 150 ملي. أحسن، 150 ملي. إذا البيع كيف أتحصل عليه؟ ثمن الشراء. ثمن الشراء مع الثمن، مع المقدار الذي ربحته. الربح مع الربح. أحسنت، مع الربح. ثم صديقتنا سارة. سيدتي آدم. سارة، ثمن الشراء يا سارة. أنا سيدتي أريد المشاركة. ثمن البيع إلا الربح. ثمن الشراء، ثمن البيع. ثمن البيع إلا الربح. سيدتي أريد المشاركة. سيدتي آدم أريد أن نشارك، شاركت مرة بركة. وين زيدة؟ شاركنا كلنا، كلنا شاركنا. أنا ما شاركتش. لا شاركت يا رودين، أعطيتك الإجابة. باهي، ليس هناك مشكلة يا ابنتي، نحن نحاول أن نفهم، ليس المهم أن، المهم أن أفهم، المهم ألا أنسى كيف بطبيعة الحال. هو مش يجيب لك مسألة، مش يجيب لك مسألة، يجب أن تفهم المسألة وتدقق في محتوى السند، لأن السند بطبيعة الحال فيه لن يعطيك ثمن الشراء مباشرة، سوف يعطيك عمليات تتبع ثمن الشراء، يجب أن تفهم هذا، ليس مثل حصل أمس، لم نقرأ التعليمات جيدا ولم نقرأ السند جيدا، اتفقنا؟ نعم. باي، شكرا لكم، أحسنتم. إن شاء الله تتبع شوية. إن شاء الله سوف نلتقي الأسبوع المقبل، الأسبوع يوم الخميس اليوم. أي يوم الخميس؟ أنستي سنتي الأسبوع المقبل، الأربعاء امتحانات الأسبوع المقبل. سنتي أنت الأسبوع الكتابية. سنتي الأسبوع المقبل نكون طو رانا عندنا امتحان رياضيات وكل شيء. ليه؟ نعم سيدتي، نحن لا مش كيكة، مازال عنا راحة زيد، بعد كل امتحان عنا راحة. به وحصة الرياضيات قبل امتحان الرياضيات. باي، نحن البارحة عملنا إدماج، وهما هذوما هو ديما وضعية إدماجية على الربح، مش يجيبوكم على الربح والخسارة ويجيبوكم على الهيكتوغرا، احنا توا بريسكريفزناهم وفهمناهم. اما المرة الجاية شو تبعثوا على الجروب. اي صحيت يا رودينة، اعطيني عايش بنتي، ابعثي لي يا رودينة. حسنا سيدتي، انا زادة عندي. انا زادة عندي، هو انا ايضا. ابعثي لي رودينة، ابعثي لي على الفيسبوك يا رودينة. ده كل ماما تبعثي لي بيهي تخطيط التي أرسلتها لنا سيدتي. سيدتي أمي. نعم. تبعثه لك على الواتساب. باهي، ما عنديش الواتساب متاع ماماتك، أما رودينة ميساج تبعثي لي على الفيسبوك. باهي، شكرا لكم. إذا سيدتي تبعثه لك على الميسنجر. إلى اللقاء وأنا هل أرسله لك إن شاء الله. باهي، اتفقنا. الميسنجر. حسنا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء، شكرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. لحظة يا شهين، نجي رودينة. باه، ريان يقرأ توا يا شهين. أي زوم هو عمر زوزي يقرأ مازال.
يقرأوا شنو هو طاو عربية؟ أي عربية. باي إذا شكرا لكم تتابع فيه لي على الورقة. شكرا. جيت هاي سيدي رودينا. أي هاي بعثتهولك. يعطيك الصحة يا رودينا. شكرا لك. شكرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء.